يعقد مجلس النواب الان جلسته الاجرائيه من دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الخامس وقرر المجلس انتخاب معالي السيده فوزيه عبد الله زينل رئيسا لمجلس النواب فيما لا تزال الجلسه قائمه لانتخاب النائبين الاول والثاني لرئيس مجلس النواب. وفي مستهل الجلسه تولى سعاده النائب يوسف زينل اكبر الاعضاء الحاضرين سنا رئاسه الجلسه بمعاونه كل من سعاده النائب الدكتور علي النعيمي وسعاده النائب محمد العباسي اصغر عضوين حاضرين سنا وبعد ان قرر انتخابها رئيسا لمجلس النواب رفعت معالي السيده فوزيه عبد الله زينل ارفع اسماء ايات الشكر والتقدير لحضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على نجاح العمليه الانتخابيه ومواصله المسيره الديمقراطيه وافتتاح دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الخامس في ظل المشروع الاصلاحي لجلاله الملك المفدى